الرحمن الرحيم. التواصل يستمر والانطلاقات تستمر على أرضية ميدان المرموم في هذه اللحظات. تعلن انطلاقة تاسع الأشواط ثالث الجولات تبدأ في هذه اللحظات على أرضية هذا الميدان. في انطلاقات يجني أصحاب السمو والشيوخ. ننطلق في هذه اللحظات مع هذه الأسماء إلى مقدمة الشوط. أتابع المقدمة والصدارة الشمالية على المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. طارش بن راشد بن طارش المسافري من يتابع الشمالية على المركز الأول. المركز الثاني اللي غيرت هذه هملولة. هملولة غيرت وانتقلت مباشرة إلى صدارة هذا الشوط بقيادة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي. من يتابع هملولة على المركز الأول من هدنة رياسة. ثانيا الشمالية. ثالثا نتابع هذه البراقة. البراقة القادمة لسمو الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي وسعيد بن فايل هنا الزرعي في المتابعة. المركز الرابع ذخيرة القادمة لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن أحمد بن عبد الملك في المتابعة. والمركز الخامس من هجن العاصفة الشاهينية قادمة بقيادة غياث الهلالي. النقلة للمركز السادس والسابع كذلك هملولة وهملولة الثنتين من هجن الرياسة بقيادة حمدان بن محمد بن مروشد. ثامن المراكز الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. تاسعا نتابع هجن التراث قادمة مع الهايلة. الهايلة اللي اسمه شيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري في المتابعة. وعاشر المراكز هذه هملولة القادمة من هجن الرياسة بقيادة حمدان بن محمد بن مروشد في المتابعة. هكذا هي النتيجة للعشرة. النداء الأول للعشر المراكز المنطلقة والمتقدمة في مسار هذا الشوط. أعود مع الصدارة. أعود والعود أحمد إلى المقدمة إلى قيادة المسار. هملولة على المركز الأول. هملولة هملولة من هجن رياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي ينطلق في هذه اللحظات. العملاق مقدما هملولة على المركز الأول. المركز الثاني المركز الثاني هذه اللي واصل البراقة. البراقة البراقة قادمة في هذه اللحظات تنطلق في هذه اللحظات على المركز الثاني. تتقدم لسمو الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي بمتابعة المضمر سعيد بن فايل الزرعي في عملية التضمير والتدريب. ذخيرة القادمة ذخيرة وبدع سلام هنا ذخيرة عيدة ملكيتها لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار بن أحمد بن عبد الملك في المتابعة. والمركز الرابع والخامس مع هجن رياسة وحمدان بن محمد بن مروشد. هجن العاصفة على المركز السادس بقيادة غياث الهلالي. سابع المراكز المركز السابع لهجن رياسة مع حمدان بن محمد بن مروشد هملولة. وصلت الهائلة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان محمد بن عبد الله بن ياعد في المتابعة. هجن العاصفة والشاهينية وغياث الهلالي على المركز التاسع. الكيلو الأخير نتابع اسم جديد ينضم إلى هذه الأسماء. هذه يودة قادمة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك لوهيبي في المتابعة. هكذا هي النتيجة. أعود إلى الصدارة. بدأت التغييرات. اقتربت الأسماء من بعضها البعض في هذه اللحظات عندما بانت المقصورة الرئيسية أمام هذه الأسماء. بدأ المضمرين يحركون هذه الهجنة التابعة لأصحاب السمو والشيوخ. أعود إلى الصدارة. هذه اللي على المركز الأول ذخيرة ذخيرة وبدع سلاب يقود المسار. المسار مع مختار بن أحمد بن عبد الملك لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. لكن حذاري يا أبو عبد الملك. حذاري من العملاق وحذاري من مروشد قادم مع هجن رياسة حمدان بن محمد بن مروشد. الله على هذا التنافس. الله على هذا التعب.
اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة تقترب المنصورة الرئيسية من هذه الأسماء. ذخيرة ذخيرة لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد ابن رياسة وهملولة، والعملاق لم يحرك هملولة. بدأ في هذه اللحظات يحرك هملولة، انطلقت هملولة إلى النقطة الرابعة مع العملاق، النقطة الرابعة مع العملاق والتاسعة مع ابن رياسة. سلام ابن رياسة، سلام سلام إلى العملاق سلطان بن محمد بن سالم لهيبي ذخيرة على المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، المركز الثالث والرابع والخامس لهدن الرياسة هماليل الرياسة بقيادة حمدان بن محمد بن مروشه. هكذا هي النتيجة. نعود مع التوقيت، لحظات التوقيت الزمني، تاسع الأشواط، حمل انطلاقات وتحديات هدن الرياسة وهملولة، تانينا والناموس. شكرا سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي العملاق، يؤكد النقطة الرابعة له في صباح هذا اليوم في انطلاقة سن المفاجآت سن اللقاية. نتابع التوقيت مع وليد البارودي مخرج سباقي صباح هذا اليوم، 6 دقائق، نتابع 7 أجزاء من الثانية هو توقيت هملولة. مركز الثاني ذخيرة لمعالي شيخ محمد بن بطي آل حامد. شكرا مختار بن احمد بن عبد الملك على المشاركة، 6 7 9 أجزاء من الثانية. مركز الثالث هملولة من هجن الرياسة مع حمدان بن محمد بن مروشد على المركز الثالث، 6 دقائق 8 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.